ساعات تفصلنا عن انتهاء الأجل القانوني لدراسة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ملفات الترشح. الأحزاب السياسية تترقب غربال السلطة للقوائم الانتخابية، خاصة وأن المشاركة في السباق نحو المجالس المنتخبة محلياً لم تكن قوية هذه المرة، إذ عجزت التشكيلات السياسية حتى تلك المعروفة بأحزاب الأغلبية على تشكيل قوائم في عدة بلديات بالجزائر العميقة، بعدما أخفقت في إيجاد مترشحين يستوفون لشروط الترشح المنصوص عليها في قانون الانتخابات، ما جعل البعض يعلن انسحابه. قانون الانتخابات الذي يؤثر على العملية الانتخابية ويؤثر كذلك على العملية السياسية، سواء في مرحلة تشكيل القوائم أو في مرحلة جمع التوقيعات والاستمارات. اليوم بسبب مشاكل كثيرة نلاحظ ليس عزوف الناخبين فقط، بل عزوف المترشحين عن الترشح، وهذا يرجع لأسباب كثيرة، وهو عدم توفير الشروط السياسية والقانونية والموضوعية والواقعية لتكون هناك مشاركة حقيقية في الانتخابات. لا يخدم هذه المجالس ولا غيرها من الاستحقاقات القادمة إلا بمراجعة قانون الانتخابات. في الوقت الذي توجه الأحزاب السياسية سهامها صوب قانون الانتخابات، يرى خبراء أن انعدام الثقة بين المواطن والطبقة السياسية وحتى بين المناضل والقيادة الحزبية وراء عزوف المواطنين عن الترشح. هذا العجز يعني هو ظاهرة طبيعية جدا، وتبين يعني مدى تراجع المؤسسات الحزبية في الجزائر عن التحولات التي يعرفها المجتمع الجزائري، لا سيما في المجال السياسي. ونلاحظ بأن هذه المؤسسات لم تتكيف لا سيما على المستوى القيادة لم تتشكل بالطريقة التي تجعلها يعني تنال ثقة ومصداقية مناضليها. العملية الانتخابية انتقلت من عزوف الناخبين إلى عزوف المترشحين، حيث سيحرم المواطنون في عدد البلديات من حقهم في اختيار ممثليهم بالمجالس البلدية، سواء بانحصار الخيارات بل حتى انعدامها بعد إخفاق الأحزاب السياسية في تقديم مرشحين.